كيف راح نشتغل على برنامج الوركينج موديل. اول ما تفتح البرنامج بتفوت على فيو على الورك سبيس، بعدين بتفعل الرولز بالاضافه للجريد والاكس واي اكسس. اوكي، الان راح نعرف كيف راح نرسم الكام شافت. طريقه رسم الكام، بتكبس هون على السيركل وبعدين بترسم سيركل في اي مكان موجود عندك. بعدين بس ارسم السيركل بكبس على الجوينت اللي هي هاي، بعدين بحطه في مركز السيركل، هاي تسمى البيس سيركل للكام. بعدين بفوت او بكبس على الموتورز وبحط موتورز على نفس الجوينت بنفس النقطه. بعد هيك بفوت على الكيرف هذا بكبس عليه، والان بدي ابلش ارسم الكيرف. في اكثر من طريقه، اني بكبس بثلاث نقاط على محيط الدائره ونقطه برا، اللي هي هاي اول نقطه، هاي الثانيه وهاي الثالثه، وبعدين برسم نقطه خارج الدائره دبل كليك، وهيك بكون رسمت عندي هاي الكام بروفايل. بفوت على ديفايند او على اوبجكت سوري، بعدين بكبس سند تو باك. بعد هيك بكبس على الريجيد جوينت اللي هي هاي. طبعا الريجيد جوينت بتعمل الجسمين جسم واحد وما بتسمح بالريلاتيف موشن بتوينهم. بعدين بكبس هون، هيهم صاروا عباره عن جسم واحد. لو كبست على ران بتلاحظ انهم بيمشوا از وان بودي. الان راح ارسم الفولوور. الفولوور الموجود عندي، في عندي اكثر من نوع. في عندي اول شيء الفلات، لو بدي ارسم الفلات برسم اول شيء عن طريق المستطيل هذا زي حرف تي بالشقلوب. بعدين برجع برسم واحد فيرتيكال واحط بيناتهم ريجيد جوينت مشان يصيروا جسم واحد. الان هسه لو جربت تتحرك ما راح تكون عندي الحركه سليمه. اوكي، فشو لازم اعمل؟ لازم احط سلايدر. طبعا السلايدر اللي بختاره، السلايدر اللي هو عباره عن الكيد سلايدر اللي هو هذا اللي عليه صوره المربع، هذا السلايدر. طبعا ما راح اختار الثاني، هسه راح نجرب الاثنين وتشوفوا ليش. هسه لما اكبس رن خلص هيو عباره عن كام، وهذا الفولوور لإله. لو حطيت الثاني راح تلاحظ انه ما بيمشي بس بالفيرتيكال. هاي راح احط الان السلايدر السلوت الثاني، راح تلاحظ راح يتحرك مش بس على الفيرتيكال. اوكي، فلازم انا دائما احط الكيد سلوت جوينت. فالان بعد ما احطه هيو بقدر احطه هون، والان بقدر اعمل رن، وهذا هو الكام فولوور. الان بالامتحان ممكن يجيكوا زي هذا الشكل، بس عنده يمكن يضيف لكم الدكتور عليه اشكال اخرى. مثلا ممكن يكون طالب منك انك كمان على نفس الفولوور موجود عندي هون لينك وبربطه بجوينت بالاضافه الى كمان لينك مربوط من هون، وهون عندي جوينت، وهذا الجوينت الثاني. الان كيف راح تصير عندي الحركه؟ هاي الحركه صارت عندي عباره عن كام فولوور، وفي عندي تو لينك مربوطات مع الفولوور. ممكن يطلب منك الدكتور الفيلوسيتي اور البوزيشن لاي لينك من هاي اللينكات او لنفس الكام. فببساطه بحدد اللينك المطلوب اني احدد له البوزيشن له والفورسز اللي عليه، ولنفرض انه هذا اللينك. بفوت على ميجر، بعدين بختار التوتال فورس او حسب الدكتور ايش طالب، توتال فورس، توتال تورك الى اخره. فلو كبسنا على التوتال فورس لاحظ انه هاي الرسمه طلعت عندنا. اوكي، لما اكبس على رن لاحظ القيم كيف تتغير عندي. ممكن يطلب عندك البوزيشن الاكس والروتيشن الموجود عندي لاي لينك، خلينا نحكي مثلا للفولوور. بكبس على ميجر وهاي البوزيشن، وخلينا نرسم الواي جراف، وبكبس على رن ولاحظ كيف الواي جراف عندي. اوكي، طيب هيك بنكون احنا ممكن كمان يطلب منك تغير السرعه للموتورز، بتكبس عليه دبل كليك تطلع عندك. طبعا اذا ما طلعت عندك بتفوت على ويندوز على بروبرتيز وبتختار ايش الكام او الموتور عفوا. بعدين افرض كان مطلوب منك انها تكون 2 راد بير سكند، ولاحظ انه حركه الدوران الان راح تكون عباره عن ايش؟ كاونتر كلوك وايز. لو بدك اياها كلوك وايز ببساطه بتحطها ماينس 2 وهاي ران، الان صار كلوك وايز. طيب الان راح نغير شكل الفولوور لشكل الرول فولوور. الرول فولوور عباره عن دائره وعليها فولوور، هاي الدائره وهاي الفولوور. طبعا برجع الفولوور لورا عن طريق اوبجكت سنت تو باك،
والان بيناتهم ما بحط ريجيد جوينت، بحط الجوينت العاديه لانه راح يصير في بيناتهم ريليتيف موشن، وبرجع بحط ايش الكيد سلوت جوينت وبعمل رن. هذا عباره عن الرول فولوور. اخر اشي في عندي النايف فولوور. النايف فولوور نفس الاشي، برسم اول اشي الفولوور والنايف برسمه عن طريق الكيرف، هذا برسمه كشكل تقريبي. بحط بيناتهم ريجيد جوينت لانه ما في ريليتيف موشن بيناتهم، وبعمل ايضا ايش الكيد سلوت وهايرن. وبنفس الطريقه بقدر احدد لكل واحد منهم البوزيشن والفيلوسيتي والفورس الموجودين عندي. طيب هسه لو كان لو كان انا هون عندي الحركه اللي عفوا السرعه عباره عن خلينا نحطها تيراد بير سكند، لاحظ انه كيف راح تصير حركه هذا الفولور، راح يصير يطلع لفوق كثير. اوكي فالان لحتى اقدر انا اخليهم مع بعض برسم بيناتهم ايش سبرينج. فلو حطيت هون سبرينج بتوين السنتر وهذا الجسم، لاحظ كيف راح تصير الحركه. اوكي هيك بنكون خلصنا كل اشكال الفولور. طبعا من الاشياء اللي اجت بالامتحان الفصل الماضي كان معطينا كام، بعد ما رسمنا الكام طبعا حكينا بنحط الجوينت، بعدين بنحط موتورز، بعدين شكل الكام بثلاث نقاط، هاي النقطة الأولى، هاي الثانية، وهاي الثالثة، وواحدة برا الدائرة. بعدين أوبجكت سنت تو باك، وبنعمل بيناتهم ريجل جوينت. وبعد هيك بنرسم، كان طالب كمان كان عبارة عن فلات فولور عادي، بيناتهم بحط ايش ريجيد جوينت وهاي السلوت. كان مربوط مع الفولوور عبارة عن كرانك سلايدر، فالان هاي عبارة عن الفولوور للكرانك سلايدر، والان لازم احط سلايدر موجود عندي هون، وهذا السلايدر بتحرك هوريزنتال فبعرف عليه سلوت هوريزنتال، فلازم هذا الفولوور يكون مربوط مع السلايدر. كيف راح اربطه مع السلايدر؟ الان لو تلاحظ انه انا هون لازم احط جوينت عادية، بعد هيك بربطه مع السلايدر. ايضا طبعا لما يجي الفولوور ورا السلايدر لازم اعمل له موف تو فرونت، وبحط بناتهم جوينت وبعمل رن. طيب هيك بنكون خلصنا كل حالات الكام شافت. فيها ظل بس بعض النقاط اللي لازم تعرفها. اذا كنت انا بدي اربط تو شافت مع بعض عندي، او تو لينك عفوا، هذا اللينك الاول وهذا اللينك الثاني، في عندي طريقتين. الطريقه الاولى اني بحط اللينك هون على اللينك الثاني وبكبس على جوينت وبحط اللينك واحط الجوينت بيناتهم، وهيهم بصيروا يتحركوا بصيروا مربوطين بجوينت. الطريقه الثانيه اني ايش اعمل، اعرف اشي اسمه اليمنت. هذا الاليمنت بحط اليمنت هون واليمنت هون، وبعمل سيلكت للتو اليمنت وبكبس على جوين، هيك بيكونوا بيرتبطوا مع بعض. في عندي ايضا من الادوات اللي بقدر استخدمها شيء اسمه الفيكست. مثلا اذا بدي اعرف هذا اللينك على اساس انه فيكست، بكبس على اداه الفيكست الموجوده عندي هون وبكبس عليها هون، هسه صار عباره هذا عندي فيكست. متى بستخدمه؟ اذا كان حاكي لي انه هذا اللينك عباره هو الفريم اور الجراوند، بكبس عليه هون لحتى احدد انا ايش الجراوند. من الاشياء الثانيه الموجوده عندي، لو انا بدي احدد اليمنت لاكثر من لينك، مثلا بدل ما اضل اكبس هون واكبس اليمنت هون وارجع اكبس اليمنت مره ثانيه واكبسه هون، من اول بكبس على الاليمنت دبل كليك، بس اكبس عليها دبل كليك. الان بقدر اعمل اكثر من اليمنت بدون ما ارجع اكبس. هاي بتسهل عليك مش اكثر، لان مده الامتحان 10 دقائق الى ربع ساعه مش اكثر.